مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا واهلا بكم الى نشرتنا الاخباريه التي نبداها بالعناوين. بمشاعر دينية وأجوان من التكافل والتوادد، التونسيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك. حجيج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم في ظروف أمنية وتنظيمية محكمة. ديمستورا يرجح قرب نهاية الحرب في سوريا والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد. الثامنة من تونس، أهلا بكم. وسط أجواء من التكافل والتوادد الأسري، تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة يسعد مؤسسة التلفزة التونسية أن تتقدم بأحر التهاني لكل أفراد الشعب التونسي ولكل المسلمين بمختلف أنحاء العالم، عيدا مباركا وكل عام وأنتم بألف خير. انتظمت اليوم إذن في كافة جوامع ومساجد الجمهورية صلاة العيد، والتي تضمنت الخطب الداعية لمزيد التلاحم والتكافل بين التونسيين. وفي جامع مالك بن أنس أدى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صلاة عيد الأضحى بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وقد استمع الحاضرون إلى خطبة يوم العيد. مع نسمات فجر يوم العيد تكون المساجد قبلة للمسلمين. وفي مدينة القيروان عاصمة الأغالبة يتوجه الأهالي كبارا وصغارا إلى المساجد لأداء صلاة العيد الأضحى في أجواء من التهليل والتكبير. ككل عيد وقبل بزوغ الشمس تتعالى أصوات التهليل والتكبير في جميع الجوامع المنتشرة داخل مدينة القيروان، وعادة ما يكون للأطفال الحظ الأوفر للمشاركة في هذه الأجواء الروحانية التي تتواصل إلى حين قدوم الإمام وإقامة الصلاة. أي عقبة أكبر جامعة، فهمت؟ عقبة بن نافع، هذاك علاش هما يحبوا يجوا لهنا. ديما معناها نمشي للجامع كل عيد، معناها مش حاجة جديدة معناها. جامع عقبة بن نافع أكبر بيوت الله في المدينة وأشهرها على الإطلاق، يستقطب آلاف المصلين في هذه المناسبة الدينية التي تأتي لتذكر المسلمين بضرورة ربط أواصر المودة والرحمة والتحابب بين الناس. أهم ميزة في العيد هي شنو؟ التأخي والتسامح. معناتها الانسان اللي متغش على اخوه يتسامح معاه، معناتها والجار اللي ما يكلمش الجار ويحكي معاه. سبحنا وصلينا، واحسن حاجه كانت الخطبه. سي نورمال، لازمك اذا عندك اخوك بالطبع مقاطعه، ولا عندك جارك، ولا عندك حبيبك، ولا عندك حاجه، هذه فرصه اليوم العيد والاعياد الكل، فهمتني؟ فرصه باش نلموا الشمل وباش نتحابوا وباش نرجع، فهمتني؟ وخير، فهمتني؟ خاتم للانبياء حاملا نور الهدى، خاتم للأنبياء. مع انتهاء الصلاة يقوم المصلون لعناق بعضهم البعض وتبادل التهاني، كما يغتنم الكثيرون الفرصة لالتقاط الصور التذكارية مع العائلة أو الأصدقاء. وقد بدأ أكثر من مليوني حاج منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك في رمي جمرة العقبة الكبرى ثم نحر الهدي والتحلل من الإحرام قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة. وتجري عملية الرمي بطريقة انسيابية وتحت حراسة أمنية وتنظيمية محكمة. بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي الجمرات في مشعر ميناء برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وسط حرارة مرتفعة وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. وشهدت حركة الحجيج انسيابية في التنقل من مواقع إقامتهم في ميناء، كما شهدت تناسقا في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.
كان حجاج بيت الله الحرام أقبلوا راجلين وراكبين مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من ذي الحجة، مهللين مكبرين بعد وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج، ثم باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة. وبعد رمي جمرة العقبة قام حجاج بيت الله الحرام بنحر الهدي ثم التحلل من إحرامهم بالحلق أو التقصير، ليقصدوا بعدها المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة فالسعي بين الصفا والمروة على أن يبيتوا في مشعر منى. ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويمكن للمتعجلين اختصارها إلى يومين فقط للتوجه بعد ذلك إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. وكسائر الدول العربية والإسلامية عاشت تونس فرحة العيد، ونحرت عديد الأسر يضحيها وسط أجواء من الفرحة والتكافل. فريق الأخبار رافق رب أسرة منذ ساعات الصباح الأولى. بعد صلاة العيد التقيناه بمسكنه مع أفراد العائلة هنا ببيت العم معمر، كل شيء جاهز لإحياء المناسبة والفرح بعيد الأضحى، يوم للتراحم والتوادد. لك مبروك، عايشك عايش بنتي، عايشك هك هك، قمت بكري هاي بيهي، هاك قمت بكري ومتعيد بكري، يعطيك الصحة عايش بنتي. نحر العم معمر أضحية العائلة، ينفخ ثم يسلخ. أنا ملي عرست نذبح واحد، كنت صغير ديما مع الوالد يشد معاه الله يرحمه، حتى من بعد كي عرست وليت أول علوش شريت وذبحت وحدي، مرمت شوية سليخة والواحد بشوية بشوية وتعلمنا الحمد لله. في ركن آخر من البيت تنشغل نعيمة بشواء رأس الأضحية وتنظيفها قبل أن تنهمك بغسل الأمعاء. الخضر مثلا قصيتها البارح الكل، خليت الثوم والبصل باش نقدو لتويكة وباش نغسلو، مزيت ما غسلتهاش الخضرة، نغسلها تويكة وإن شاء الله كي تويكة نغسل الدوارة وبعد تالي نعمل عصبة وكهو لتقدت الدورة وفي النهار. مجتمعون في أول أيام عيد الأضحى، عائلة العم معمر تعيش لحظات فرحة إحياء المناسبة الدينية على قلوب المسلمين. تلقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتبادل معه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد الرئيس التركي بالمناسبة متانة العلاقات التونسية التركية وعرقتها، مبديا حرصه الشديد على الحفاظ على علاقات الأخوة والتعاون المتميز التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وصونها من كل ما من شأنه المس بها أو الإساءة إليها. أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صبيحة اليوم زيارة إلى القاعدة العسكرية بباجة، حيث شارك عددا من القادة العسكريين والجنود احتفالهم بعيد الأضحى المبارك. وكان الشاهد مرفوقا بوزير الدفاع فرحات الحرشاني ورئيس أركان جيش البر إسماعيل الفتحلي. وتأتي هذه الزيارة لمزيد شحذ همم العسكريين الساهرين على أمن وسيادة التراب التونسي، واعترافا لهم بالتضحيات لفائدة الوطن. تنتشر مهن يوم عيد الأضحى، ويخير البعض مساعدة الآخرين ومد يد العون لهم بمقابل مادي. هم بعض الشباب انتصبوا في ساحات وعلى قارعة الطريق للقيام بمهن لا تراها سوى يوم العيد. تحت أسوار المنازل في الساحات وحتى على قارعة الطرقات ينتصبون، وأمامهم بعض من الحطب وقوارير الغاز وشيء من النار، مهنة تنتشر خاصة بعد صلاة عيد الأضحى. كأي حومة شعبية، شاليمو دبوزة غاز طرف فحم ديما تمشي، عندك راس وربع ساقين متاعه، فهمتني؟ أول حاجة تحطهم فك النار، فهمتني؟ تحطهم فك النار تخليهم، خاصة انك العلوش يبدا بالسوف ولا حاجة، فهمتني؟ تخليه، فهمتني؟ بالقديه، فهمتني؟ مشيت نحالو النار وكذا، من بعد جيبوا خويا السليمو، ما لازمك ليون، لازمك تعطيه حاجة بيه. مهنة أخرى في يوم العيد وبعد ذبح الأضحية، يخير عدد من المواطنين تقطيع الأضحية لدى أهل الاختصاص، فيما يحبذ البعض الآخر القيام بذلك بنفسه. صح، كل واحد وشو مستانس
فهمني؟ فيهم اللي يحب يحجج على اللوش وبيته والغدوة باش يقص، وفيهم اللي مرمى يعني يقص عليه في نار واحد في نار حط في الفريجيدير ويبدا رايد، فهمتني؟ اللي يحب القديد، وفهم اللي يحب ثيابه مشوي، فهم ثياب الكل، كل واحد كيف كل واحد شنو هو مستانس، فهم؟ خاصة فهم اللي يحب يقص يعني خاصة نتاع الجزائر خاصة به ما يجيش الحمى فترش كذا، فهمتني؟ فهم اللي يحب يقص وحده بالدار هذا موجود موجود برشا اللي كسر بالدار، فهمتني؟ ونحن الناس كل تحب عربي كصان عربي قرضة وساطور كل واحد يحب على اللوش تطيب وقديد وعنا ونعمل مشوي ومرقاس ونبقاو جماعة كيما نخدموا بعد العيد. مناسبة يستغلها البعض لجني المال من هنا وهناك بمساعدة الآخرين بمقابل وأسداء خدمات في يوم يخير فيه البعض الآخر قضاء هذا اليوم مع العائلة. في سوسة والمنسير يتخذ الاحتفال بعيد الأضحى ميزة سياحية من خلال عزم عدد من النزل على تقديم برنامج خاص بعيد الأضحى لحرفائهم الذين يخيرون قضاء عطلة العيد في الفندق والسياح على جانب معهم. بين رمال الشواطئ الذهبية وزرقة السماء في النزل التونسية يحتفى بالعيد كذلك، تقليد جديد دأبت عليه بعض النزل في المنستير وسوسة لتجعل حرفائها يتمتعون بخدماتها ويعيشون أجواء العيد بكل تفاصيلها. قمنا بذبح الأضاحي فبني على العادة والسنة، وكما كل للعملاء والحرفاء والضيوف اللي يحبوا معناها يجيوا ويعديوا ويقضيوا العيد الأضحى في النزل الموش في ديارهم. عائلات تونسية خيرت تمضية عطلة العيد في النزل مع المحافظة على كل خصوصيات أكلة العيد. الأكلة هذه إلا في صفاقس اللي تتمثل في القلاية والبازين، وهذاك هو اللي نحضروه يوم العيد. قينا البازين وقينا القلاية والمشوي وكل شيء، كل شيء موجود. سوى اللوز وعمل بالبكيو، شوينا البركيو وقعدنا في البحر. العيد مع البحر مع كل شيء موجود في الوتيل، عنا مشوي هكا باربيكيو عاملين في الوتيل، دونك والريحه من فوق. احنا ما عيناش في ديارنا صحيحه، ما الحاجه الباهيه اللي احنا اليوم حضرنا على الذبيحه، معناتها شفنا الذبيحه الاجواء البخور انسى زغرتو. في سوسة كذلك أجواء العيد في النزل تتخذ بعدا احتفاليا بتشريك الحرفاء العرب المسلمين والأجانب للتعرف على العادات والتقاليد المحلية. فرصة سياحية بامتياز، عايشناهم العيد كانوا عايشين في دارهم وهو عداه في النزل، كسوسوا يكون التونسي وإلا الجزائري وإلا الليبي. أول مرة نعدي عيد خارج الدار، الأمبيانس فريمون سيتي إكستراوردينير. هذا يوم جميل هنا في تونس، تابعنا فيه العادات والتقاليد الخاصة بالعيد. أنا سعيد بوجودي أنا وصديقتي في تونس لمتابعة أجواء العيد الممتعة والمميزة. أجواء العيد في النزل التونسية مزيج من المتعة والترفيه واحتفال بالعيد بنكهة تونسية. ولأجواء العيد عند المسلمين في مختلف أصقاع العالم قواسم مشتركة، سيما تلك التي تحمل طابعا دينيا، لأن مظاهر الاحتفال قد تختلف من بلد إلى آخر كل حسب خصوصياته وطريقته في الاحتفال بمثل هذه المناسبة. تختلف أجواء العيد ومظاهر الاحتفال به من بلد إسلامي إلى آخر، فلكل بلد عاداته وتقاليده وطقوسه في مثل هذه المناسبة، غير أن الجامعة بينها الطابع الديني وخاصة صلاة العيد التي تصبح في هكذا مناسبة من أروع أشكال التعبير عن وحدة صف المسلمين وتشبثهم بقيم الإسلام السمحة. هنا مثلا في العاصمة المصرية القاهرة اجتمع المصريون نساء ورجالا وحتى الأطفال لأداء صلاة العيد في أحد أكبر شوارع العاصمة ليتفرغوا بعدها للاحتفاء بالعيد. بننزل بنصلي العيد الأول، وبعد الصلاة بننزل بنضحي بنذبح الأضحية اللي هي السنة عن نبي السلام. الأضحية بتتوزع بيروح منها للي محتاج وبيروح منها للأهل، وفي نفس الوقت بتدخل البهجة على أسرتك وعلى الفقير. ولا يفوت المسلمين في مثل هذه المناسبة أن يتقدموا بدعوات بالسلام والأمن للأمة الإسلامية. في هذا اليوم المبارك عيد الأضحى أن يمن على العالم الإسلامي الأمن والأمان، وأن يمن على عراقنا
الأمن والأمان، خلي بلدنا دايما في أمان وخير وسعادة، هي وكل الدول العربية يا رب إن شاء الله. أجواء العيد في البلدان الإسلامية سيما العربية منها لا تخلو من مظاهر الفرح التي كانت في الفضاءات العامة وفي الشوارع، كما لم تخلو من مظاهر الزينة. النساء بشكل عام للنقش أكثر شيء بيكون في الأعياد، يعني حتى بقى زي العادة إنه طقوس معينة للنقش، إنه عشان تحس إنه في عيد ضروري تتنقش، يعني ضروري ما تشتيش يجي يوم العيد إلا هو ينقش. عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، ونعم القديم المتجدد صلة الرحم والمعايدات والتهاني بعيد الأعياد لدى الأمة الإسلامية. رجح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفن دي مستورا إن ما تبقى من معاقل تنظيم داعش في سوريا سيسقط على الأرجح خلال الأشهر القليلة القادمة، ليفتح النقاش حول سوريا ما بعد الحرب، مرحلة استبعد وزير الخارجية الفرنسي أن يكون للرئيس بشار الأسد أي دور فيها. نهاية الحرب الدائرة في سوريا منذ ما يزيد عن 6 سنوات اقتربت، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في آخر معاقله بهذا البلد الذي أنهكته حرب حصدت أرواح أكثر من 300,000 شخص ليست سوى مسألة أشهر قليلة لا غير. الترجيح للمبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي حذر مع ذلك من احتمال عودة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في حال غياب عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا، وهو ما يتطلب حسب المسؤول الأممي استعداد جميع الأطراف لمفاوضات جدية وشاملة ومن أجل إعادة إعمار حقيقية تنهي معاناة الشعب السوري، وهو ما أصبح أمرا واقعا لدى الحكومة السورية والمعارضة حسب ما تأكد خلال الجولة السابقة من مفاوضات أستانا، وما قد يتجسد بشكل واضح خلال الجولة المقبلة من هذه المفاوضات المزمى عقدها أواسط هذا الشهر حسب تأكيدات دي ميستورا. وبالحديث عن المرحلة الانتقالية في سوريا، فتح النقاش من جديد حول دور الرئيس بشار الأسد، ففرنسا مثلا الداعمة الرئيسية للمعارضة السورية وثاني أكبر مساهم في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لقتال تنظيم داعش الإرهابي، استبعد وزير خارجيتها جون إيف لودغيون أي دور للرئيس بشار الأسد مستقبلا في سوريا، رغم ما وصف بالموقف الفرنسي المخفف من الأزمة السورية بعد وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة. يبدو أن المشهد السوري على أبواب تغيرات جديدة لن تكون كلمة الفصل فيها على الأرجح فقط للأطراف السورية، بل هي حسابات سياسية واسعة وأوراق توزع حسب المصالح والولاءات. في صفحة أخبارنا الرياضية، تتجه الأنظار بعد قليل إلى ملعب رادس، إذ سيكون المنتخب التونسي لكرة القدم أمام ضرورة الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة ستجمعهما ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهاية كأس العالم، ومستفيدا من مؤازرة جماهيره وأسبقية المواجهات المباشرة، ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الانتصار حتى يعزز حظوظه في بلوغ نهايات المونديال. وسيعول المدرب نبيل معلول على تشكيل يتألف في حراسة المرمى من أيمن البلبولي وفي الدفاع رامي البدوي وعلي معلول وصيام بن يوسف وياسين مرياح، وفي وسط الميدان أيمن بن عمر وغيلان الشعلالي ويوسف المساكني ونعيم السليتي وفخر الدين بن يوسف، وفي الهجوم ياسين الخنيسي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناويننا. بمشاعر دينية وأجواء من التكافل والتوادد، التونسيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك. حجيج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم في ظروف أمنية وتنظيمية محكمة. ديمستورا يرجح قرب نهاية الحرب في سوريا والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في. نقطتي أن أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.